راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024. البرهان ورئيس دولة الأمارات يتحدثان هاتفيا يوم الخميس عقب أشهر من التوتر بين البلدين وخلافات في تفاصيل الاتصال بين الروايتين السودانية والإماراتية. موقع وكالة أنباء العالم يقول إن بن زايد تلقى اتصالا من البرهان بحث خلاله سبل دعم السودان الخروج من الأزمة التي يمر بها. مجلس السيادة السوداني يقول في صفحته الموثقة على فيسبوك إن البرهان هو الذي تلقى الاتصال، وأن بن زايد أبدى خلال المكالمة رغبتهم في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان. مجلس السيادة يقول إن البرهان أبلغ بن زايد أن دولة الإمارات متهمة من السودانيين بدعم المتمردين حسب وصف البيان، وأن عليها التوقف عن ذلك. استمرار التوتر في معسكر كومر للاجئين السودانيين في إقليم الأمهر الأثوبي عقب هجومهم الأربعاء الذي شنه مسلحون مجهولون على مركز مجاور للشرطة. غرف طوارئ معسكر أبو شوق بولاية شمال دارفور تحذر من أن أمراض سوء التغذية انتشرت بصورة كبيرة بين الأطفال. ندرة في السيولة النقدية وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية في الأبيض بسبب الحصار المفروض لأشهر من قبل قوات الدعم السريع. قلاء طاحن وزيادات يومية في أسعار السلع بأسواق نيالة. توسع أنشطة التعدين غير المقنن يثير مخاوف مواطني المحليات الشرقية من جنوب كردفان. وزير العدل ينفي أن تكون هناك اعتقالات أو تقييد للحريات في السودان، ويقول إنهم طالبوا خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر بتقديم قائمة بالمعتقلين. نويصر يقول إن المدنيين في السودان تعرضوا لمستويات غير مسبوقة من العنف. الدعم السري يعلن التوصل لاتفاق مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات في المناطق القاطعة لسيطرته. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تقديم مساعدات إضافية للسودان بقيمة 203 ملايين دولار. وقوع اشتباكات للمرة الثانية بين قوى حكومية ومجموعة مسلحة يقودها منشق من المقاومة الشعبية بولاية نهر النيل. والي كسلة يصدر قرارا يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ بالولاية. سلطات ولاية الخرطوم تحذر المواطنين من إيواء الأجانب واستخدامهم، ومحلية الدبة بالولاية الشمالية تبدأ ترحيل 302 أجنبيا دخلوا البلاد بطرق غير رسمية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.